أخبار اليوم. شهر رمضان في دولة تنزانيا. تعتبر تنزانيا واحدة من الدول الإسلامية القليلة في الجزء الأسمر من القارة الإفريقية، ويعيش المسلمون فيها كأصحاب بلاد، لديهم العادات والتقاليد الخاصة بهم، ولديهم كذلك الحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم، وبالتالي يستبق شهر رمضان الكريم في هذه البلاد بصبغة إفريقية إسلامية. والمسلمون التنزانيون في شهر رمضان يعظمون هذا الشهر الكريم ويعاملونه بمهابة تتوافق مع جلال هذا الشهر الكريم، فيبدأون الاستعداد له منذ حلول نصف شهر شعبان المبارك، ويكون ذلك عن طريق تزيين الشوارع بالأنوار وكذلك تزيين المحلات التجارية والمساجد وتنشيط الزيارات العائلية من أجل التحضير للشهر الكريم. ويهتم المسلمون التنزانيون بالصوم حتى أن الصيام يبدأ من سن 12 عام، ويعتبرون الجهر بالإفطار في نهار رمضان من أكبر الذنوب، ولذلك تغلق المطاعم أبوابها خلال أوقات الصيام ولا تفتح إلا بعد صلاة المغرب وحلول موعد الإفطار. وللشهر الفضيل الوجبات المخصصة له والتي يلجأ إليها التنزانيون من أجل المساعدة على الاستمرار في الصيام، فهناك التمر وكذلك الماء المحلى بالسكر إلى جانب طبق الأرز المليء بالسعرات الحرارية والأسماك التي يحصلون عليها من سواحلهم المطلة على المحيط.